طبعا ما فيش شك ان احنا دايما بالنادي في برنامجنا، ودايما يعني يمكن في اي ملتقى بالنادي بتطوير التعليم الفني، خصوصا ان احنا محتاجين قوي هذا التطوير تحديدا الوقت ده. وخلينا نكون صراحة، يعني من يلاحظ ويدرك الامور من حولنا يرى ان التعليم الفني من نشأته لغاية فترات قريبة ما أنجزش قوي المفروض أو المطالب بيه. الأيام دي في فكر الحقيقة متطور لتطوير والنهوض بالتعليم الفني. عندنا مشروعات كتيرة جدا، عندنا مشروعات محتاجة لتعليم فني تقني عالي المستوى، عندنا فكر سيء عايزين، ومعلش لازم أقول كده، فكر سيء عايزين نغيره، أفكار مش كويسة عن التعليم الفني ان ده أقل من التعليم العام، وده مش حقيقي خالص. عندنا عامل مصري وفني مصري يجب أن يحترم ويحصل على وضعه الاجتماعي والمالي بشكل يليق به زي ما كان زمان وزي ما تعودنا عليه زمان. في هذه الفقرة هنتكلم عن ما وصل إليه التعليم الفني، خصوصا بعد مدرسة الضبعة اللي ساعدنا جدا بافتتاحها مؤخرا، وهيجيب لنا عن هذه الأسئلة وأكثر ضيفنا اللي منورنا في استوديو نهاية الأسبوع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني. أهلا بك يا دكتور، منورنا. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. أهلا بسيادتك. طيب دكتور محمد، عندنا الحقيقة كذا نقطة نتكلم فيها، بس أنا عايزة الأول يعني نتواصل أكثر مع السادة المشاهدين ونعرف بالضبط مهام منصب نائب الوزير للتعليم الفني. هو طبعا حضرتك عارفة أن وزارة التربية والتعليم وزارة قديمة جدا، وزارة متشعبة الأدوار، يعني بتشرف على منظومة المدارس الحكومية في أرجاء مصر كلها، عدد مهول من آلاف المدارس من كافة الأنواع، والمدارس الخاصة والمدارس الدولية. التعليم العام لوحده عبء ثقيل في إدارته، وبالتالي يعني من فترة، يمكن من سنة 2014 أظن، بدأ رئيس الوزراء وهو بيعمل التشكيل الوزاري يحط نائب لشؤون في وزارات كتير، يعني مش بس التربية والتعليم، نائب لشؤون معينة. فكان في أول نائب نائب لوزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أظنه كان في 2014 في وزارة المهندس إبراهيم محلب. ثم تطورت الامور انه حصل محاوله لفصل النيابه دي انها تبقى وزاره كامله للتعليم الفني، وبعدين رجعت تاني بقت نائب، وانا تقريبا ثالث نائب في اخر تشكيل وزاري. لكن احب برضو يعني اقول لحضرتك وللساده المشاهدين انه في اخر تشكيل وزاري حصل توسع شديد في عدد النواب، فبقى لكل عدد كبير من الوزارات 2 نواب او حتى 3. ده طبعا بيشكل في ميزة انه بيخفف عن الوزير المختص بعض الشؤون، وبيخلي فيه تفرغ للامور الاستراتيجية اكتر يعني. وبالتالي النواب في وزارة التربية والتعليم، مش انا النائب الوحيد، في الدكتور محمد عمر، وهو يعني راجل عارف الوزارة كويس جدا لانه في الوزارة من سنوات طويلة في مناصب مختلفة، وهو وزير نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين. وطبعا حضرتك عارفه عمليات في تطوير التعليم الحالي اللي هو بدا في كي جي 1 كي جي 2 برايمري، مساله تدريب المعلمين مساله مهمه جدا 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 مصيريه يعني، فطبعا تستاهل ان يبقى لها طبعا نائب. اما التعليم الفني فده عبء بقى ثقيل، حضرتك قدمتي الموضوع جميل جدا يعني، فطبعا ده يستاهل ان حد يقعد بقى يبص فيه لوحده ويدير هذه المنظومه بالنيابه عن الوزير وبالتنسيق معه. طب دكتور محمد، حضرتك شايف حال التعليم الفني منذ توليك هذا المنصب، يعني راضي بنسبة كام في المية، مش راضي بنسبة كام في المية، تحب تطور ايه بالظبط، ايه الفكر اللي موجود عندك لتطوير التعليم الفني، عيوبه ومميزاته؟ هو حضرتك، لا هو التعليم الفني لا حالته مش، احنا التعليم الفني في مصر مش من الحاجات المتقدمة او من اللي هي الترتيب بتاعها على العالم عالي. كويس قوي، ده لا شك فيه. اهم حاجه بالظبط نواجه نفسنا بس بالمشكله عشان احنا محتاجين نحلها. طيب احنا مش راضيين عن التعليم الفني، لكن هو برضه لازم اقول حاجه، انه يعني الدنيا علمتنا انه مش دايما الكوبايه مليانه للاخر ولا فاضيه خالص. طيب. يعني ممكن يبقى ما احناش الرانكينج بتاعنا او الترتيب بتاعنا مش عالي، لكن عندنا بايلوتس كويسه مثلا،
حتى الجهات الدولية لما تيجي تقيم حالة التعليم الفني بتقول الحالة مش كويسة، لكن في بعض نماذج تستحق الاحترام، وطبعا في عدد برضو يعني حالته مش كويسة. فيعني ما يجبش ان احنا ناخد الامر وكأنه ابيض واسود، لا هو ساعات بيبقى رمادي يعني. اوكي، يعني احنا في الرمادي دلوقتي. تمام، احنا دلوقتي ماشي كويس ان احنا مش اسود خالص ولسه للاسف مش ابيض خالص، مش بس أبيض. احنا لسه احنا نعمل ان احنا نحسن الحاله. تمام، بس احنا مش محتاجين بقى الوزاره بس تحسن الحاله، ده احنا محتاجين تكاتف المجتمع كله يعني بالكامل يحسن الحاله، خصوصا ان احنا يعني يمكن زي ما قلنا في المقدمه كده دكتور، احنا محتاجين التعليم الفني بشكل غير عادي الايام دي. صح. انا محتاجه اطوره، محتاجه تدريب، محتاجه ناس كتير قوي، عشان مين هيشتغل في كل المشروعات دي يا فندم؟ مين اللي هيطور؟ مين اللي هيغير فكر ان احنا نبطل بقى نقعد على المكتب 6 ساعات ونمضي حضور وانصراف والكلام ده؟ يعني خلاص بقى احنا محتاجين تفكير جديد، محتاجين نبقى دوله صناعيه. صح. الصناعه هي اللي هتقوم يعني جزء مزبوط. كبير جدا من اقتصاد البلد. مظبوط، هو حضرتك محقه تماما. واذا كنا جادين ان احنا نعمل نهضه اقتصاديه على فكره، زي ما المؤسسات الدوليه في العالم بتتوقع لمصر ان معدل النمو هيزيد وهنبقى دوله انتاجها الكمي هيبقى هيزيد. حصل، ان احنا لسه كنا بنقرا دلوقتي الايكونومست. بالظبط كده. بتشوفي حاجات يعني حتى حاجات على اللونج رينج، يعني ده سنه 2030 هيبقى الاقتصاد المصري مش عارف نمره كام على العالم من ناحيه حجم الانتاج، الحاجات دي معلش. طيب. الجهات الدوليه بتتوقع لنا كده، بس احنا لازم كمان نعمل على ذلك، ومن غير ورك فورس او قوه عمل مدربه حديثا على اعلى مستوى من الجوده مش هنعرف نحقق. تمام، انا دلوقتي حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، كل المؤشرات الاقتصاديه العالميه بتتوقع ان ينهض اقتصاد مصر في عده سنوات المقبله عفوا بشكل كبير جدا. طيب انا المفروض عليا واجب ايه؟ يعني ايه الحاجه اللي مطلوبه مني كدوله، مش هقول كوزاره، كدولة جزء منها هذه او هذه المنظومة، منظومة التعليم الفني، ومطلوب مني ان انا حتى يعني اشكل وعي جديد جدا عن التعليم الفني واصرف عليه كويس قوي علشان اقدر اخد نتيجة كويسة جدا. حضرتك بتقولي اللونج رينج اللي هو المدى الطويل، طب انا عشان المدى الطويل ده احصل عليه يبقى المفروض ان انا دلوقتي اشتغل كتير جدا. صح. واصرف كويس جدا. مزبوط. طب ايه الخطه؟ مزبوط. خطه التعليم الفني مدخل الفعلي. المدخل لاي تطوير انا بعتبره تم التعبير عنه في دستور 2014. المدى 20 في دستور 2014، وده كان اول مره يمكن، او يعني كان في محاوله قبلها، بتقول انه على الدوله ان تشجع وتطور التعليم الفني والتدريب المهني ليصبح على مستوى عالمي من الجودة ويحقق متطلبات سوق العمل. تمام. والحقيقة المادة دي فيها الخلاصة، ولما صيغت استراتيجية مصر 2030 خدت من المادة دي، وبالتالي ده 2014 ده بقاله دلوقتي هو قربنا على 5 سنين، وبدأت محاولات بعدها، لكن المحاولات دي بدأت دلوقتي تتعاظم وتؤدي لهذا الغرض. زي ايه فندم؟ اشرح لنا كده بعض أمثلة المحاولات. اولا الاستراتيجية بتاعت عشان الهدف بتاعنا ان احنا نحقق المادة 20 من الدستور، يعني يبقى عندنا تعليم فني ذو مستوى جودة عالمي، يعني اقدر اقارنه ببلاد اخرى زي المانيا، زي فنلندا، زي الصين مثلا، زي دول جنوب شرق اسيا، زي سنغافورة، زي سنغافورة، تايلاند، اقرب حاجة لينا الصين، تايلاند. الحاجات دي فعلا كلام حضرتك مظبوط، يعني مش هنقول زي المانيا، لا، زي دول النمور الاسيويه اللي نهضت في فتره قصيره جدا بالتعليم الفني. بس على طبعا زي كوريا الجنوبيه، زي الصين، زي كده، كل الانتاج الكمي الصيني اللي غازي العالم ده اساسه التعليم الفني. واقول لحضرتك بس مش كله بقى بالتعليم الفني بتاع العماله البسيطه اللي متعلمه 3 سنين. الصين مثلا فيها عدد كبير جدا مما يسمى الجامعات المهنيه، اللي هي زيها في مصر هنا دلوقتي الجامعات التكنولوجيه اللي بتنشا. هو ده بقى. ده جاي لحضرتك فيه. لكن خلينا نتكلم الاول ايه هي الوسائل اللي هنحقق بيها الهدف الرئيسي للتطوير اللي هو المادة 20، عشان النهضه الاقتصاديه، وكمان عشان ايه؟ عشان احنا عندنا قوه بشريه رهيبه، اذا لم نحسن تعليمها لازم نشتغل لها وعلمها ده هتبقى خطر علينا لو ما علمهاش. بطاله وحشه. فحضرتك اول حاجه اولا وحقهم بالظبط كده. وعلى فكره ده بتقولوا بقى استراتيجيه 2030 انك تتيحي التعليم، ومنه طبعا التعليم الفني والتعليم دون تمييز.
يعني ما اجيش على حته في القرى مثلا واقول لا ده انا مش هعلم دول، او اللي ضعيف في حاجه ما علموش، اللي هو مثلا ما عندوش القدرات العقليه الكبيره، او عنده مثلا حتى ديسابيلتيز يعني. بالظبط. حضرتك قصدك الديسيبلد اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه، بيبقى عندهم قدرات تانيه وبيقدروا يشتغلوا لما بيتعلموا. الغريب ان ربنا بيعوضهم في حاجات تانيه يعني بيبقى الولاد اللي بيبقى عندهم حتى يعني مش عايز بس يعني اروح بعيد، لكن ربنا بيعوضه في حاجه تانيه، بتلاقيه ايده دقيقه، بيقدر يعمل حاجات الكترونكس، يعمل حاجات نسيج، يعمل اهم حاجات حاجه كذا. اهتم بيه. بالظبط كده. طيب استاذن سيادتك بس احنا معانا تليفون. معانا مين يا جماعه؟ نعمه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبتي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. اتفضلي. ايوه نعمه، وطي التلفزيون يا نعمه، اسمعيني من التليفون لو سمحت. وطي التلفزيون. اتفضلي يا حبيبتي. الله يخليك. بقول لحضرتك بس يعني انا هسال سؤال بس للاستاذ العسكري. استاذ محمد مجاهد معاكي، اتفضلي. دكتور محمد مجاهد. اهلا وسهلا حضرتك. اتفضلي. الله يخليك. انا ابني بس في مدرسه صنايع في اشمون عندنا في محطه المنوفيه. كان جايب مجموع 150. ودخلوه صنايع خدمات. تمام. يعني دخلوا صنايع خدمات يعني، وهو قسم كهرباء. هل يا ترى هم بقى دلوقتي الكليات بتاعتهم متاحه زي الثانويه العامه، ولا لازم هنخش معها السنتين، ولا لازم هندفع فلوس، ولا ايه النظام يعني؟ حاضر يا نعمه. اي استفسار تاني يا فندم؟ لا شكرا لحضرتك. من عينيا. حاضر. اتفضل يا دكتور. هي طبعا حضرتك هي بتبص لقدام عشان ابنها بعد 3 سنين لما ياخد الثانويه العامه هتبقى ايه الفرص المتاحه بتاعته قسم الكهرباء يعني، ده حاجه مطلوبه في الالتحاق بالجامعه. فهو هم ليه دخلوه خدمات؟ لانه المجاميع العاليه هي اللي بتخش التعليم الصناعي العادي التقليدي يعني. لكن الخدمات بيبقى ما لهمش اماكن قوي، فبيتاخدوا خدمات بيروحوا مثلا بعد الظهر، او بيروحوا في مكان تاني غير المدرسه، لانه هو ما جابش المجموع اللي هو العالي اللي يؤهله انه يخش العادي. فرصته في الجامعه تعتمد على ادائه يعني. طبعا انشاء الجامعات التكنولوجيه اللي انا كنت بتكلم عليها من شويه ده هيزيد الفرص المتاحه امام خريجي التعليم الفني بصفه عامه. في خطه موضوعه لانشاء في خطه موجوده من السنه اللي فاتت، ودي طبعا تبع وزاره التعليم العالي، وده تطور مهم جدا جدا في منظومه التعليم الفني زي يدار في مصر. لانه احد الحاجات اللي هي الناس بتبص لها كانه التعليم الفني نوع يعني الاختيار الثاني للاسر، سببه انه فرصته ان هو يعني زي ما الهانم قالت ان هو فرصته قليله في انه ياخد بكالوريوس. بالظبط. فانت لما بتروحي بتتعملي جامعات تكنولوجيه انا مراكمه عليه والله اللي مشاكل. متميز اللي متميز هيخش الجامعه التكنولوجيه ويطلع برضه فني بقى متقدم، مساعد مهندس، مساعد كده، مساعد اخصائي. فحضرتك الخطه بتاعت الدوله هي انه تنشا 8 جامعات تكنولوجية منتشرة على المحافظات كلها، ومنها 3 جامعات افتتحت هذا العام بالفعل، والتمويل بتاعهم متاح، وبينشأوا على في 3 أماكن، في منطقة ويسنا الصناعية في المنوفية. كويس قوي. وفي مدينة بني سويف، محافظة بني سويف، والتالتة في القاهرة هنا أظن في التجمع الخامس، واتفتح فيهم في كل واحدة منهم على الأقل بني الكلية. بني سويف وويسنا والقاهرة يعني الأماكن اللي فيها مصانع كتير. طبعا. لو إن فيها كمان مباني ونواة وزارة التعليم العالي تشتغل عليها. مكان وكلية وهيئة تدريس نواة يقدروا. فأنا أتوقع إنه في السنوات القادمة إذا الطالب اللي في التعليم الفني اجتهد وجاب درجات كويسة وما حبش يشتغل مباشرة هيبقى عنده فرص اكتر. طيب. هو بقى يعني ان شاء الله مستقبله في علم الغيب، نتمنى بعد لسه قدامه 3 سنين يدرس، فالمهم هو التفوق فعلا. يتفوق بقى عشان يقدر يا مدام نعمه ان هو يدخل الجامعه التكنولوجيه، وربنا يوفقه باذن الله موفق. طيب ارجع حضرتك بقى اللي يعني احنا هنعمل ايه بقى؟ احنا او عملنا ايه؟ خلينا نقول عملنا ايه لغايه دلوقتي. احنا في حاجات بنعمل فيها بقالنا فتره وبيعمل فيها زملائي اللي سابقوني في هذا المنصب برضه. يعني انا مش عايز اقول ان انا لما جيت يعني الدنيا فجاه كده بقت حلوه. لا احنا نقول محصله ما عملوا جهد. اول حاجه حضرتك التعليم الفني الحديث لا يعتمد على، يجب الا تعتمد البرامج بتاعته على مسائل تذكر المعلومات فقط والتلقين، وان انا احفظ شويه معلومات خاصه بهذا الموضوع زي الكهرباء مثلا، احفظ الحاجات واروح امتحن فيها وخلاص. لا ما ينفعش.
ده احنا بنقول مش عايزين حفظ في التعليم العام. ما بالك بالتعليم الفني. التعليم الفني اللي عايز تشغيل مخ اكتر وعايز حاجه عمليه اكتر. مش عايزين حفظ خالص. بالظبط كده. هو الناس الخبراء التعليم الفني في العالم بيعبروا عن الكلمتين دول في انه يجب تغيير البرامج من ان تكون مرتكزه على المبنيه على المحتوى الى ان تكون مبنيه على اكساب المهارات والجدارات للطالب. لسبب بسيط جدا، هو ان الطالب لما بيروح يدور على شغل في الصناعه في النهضه الاقتصاديه اللي احنا بنتكلم عليها دي هيتسال في الانترفيو انت بتعرف تعمل ايه، مش انت عارف مش ايه، انت حافظ ايه، مش انت عارف ايه. فبالتالي الكلمتين البسيطين دول هما مربط الفرس. احنا الحمد لله عملنا ايه بقى؟ بقالنا كذا سنه اولا بنعيد صياغه البرامج الدراسيه بحيث انها تبقى مرتكزه على الجدارات. بنجيب الجدارات دي منين؟ بنجيبها من الصناعه. في فرق عمل بتقعد مع الصناعه تتكلم معاها. لو انت مثلا في السياحه مثلا، لو انت عايز تطلع فني يدير المطعم ويشغله مثلا، يبقى لازم يعرف ايه عمليات الطبخ، عمليات الطهي، عمليات تقديم الطعام، عمليات جوده الطعام، كل ده عمليه الصحه اللي في الطعام. لو انت عايز عامل ماهر يطلع منتجات على مكن خراطه ومنتجات معدنيه مثلا، فاول حاجه بتتاخد المهارات دي من الصناعه نفسها. يعني اهم حاجه المهاره. طبعا اهم حاجه طبعا حتى بنسميها اكثر الجداره. الفرق بين الجداره والمهاره هو انه الجداره تحتوي المهاره لكن تحتوي معاها كمان سلوكيات راقيه، مش راقيه يعني سلوكيات طرق التعامل مع بالزبط الناس يعني، وانا أو بعمل مع المحيطين بيه بالظبط. وانا والفني ده بيعمل المهاره اللي احنا خلاص حددناها ما يلوش البيئه اللي حواليه، ما يعورش نفسه، ما يعورش غيره. بالظبط. كل دي او التعامل حتى لان هو بيحتك بالناس طول الوقت. بالزبط. هو الفني او العامل او كذا بيبقى عنده ناس كتير من مختلف الثقافات حواليه. صح. مطلوب منه ان هو ممكن يبقى عامل شاطر جدا جدا بس اسلوبه مش حلو. صح. ممكن يبقى صح. عامل شاطر جدا وعنده مشكله ما في التواصل. هي دي فهو ده اللي احنا محتاجينه. حضرتك بتعبر يعني المساله الجداره هي مهارة زائد معارف زائد سلوكيات زائد توجهات. المهارة لوحدها ممكن الواحد يبقى ما حصلش، انما السلوكيات بتاعته مش على المستوى المطلوب. تمام. فده اول دي نقطة من النقاط اللي انتم برضو بتعلموا احنا فيه. دلوقتي اقدر اقول لحضرتك الوضع الحالي. لو قلت ان مثلا عندنا في التعليم الصناعي ولا لو قلت مثلا عندنا 200 برنامج، الكلام ده بدا من عدد من السنوات، الفتره الاخيره دي حصل يعني بوش جامده، ونقدر نقول احنا ما قدرناش نحاول الا عدد قليل من البرامج لا يتعدى ال 5%. ولكن الاهم ان احنا بقى عندنا خبراء في الوزاره في قطاع التعليم الفني هم اللي بيقوموا بهذا بمساعده قليله جدا جدا من الخبراء الاجانب. يعني الخبراء الاجانب دربونا ناس عدد كبير هيقود التطوير في المستقبل، لان احنا عندنا طبعا شراكات مع دول كتير بتساعدنا في هذا المجال. أوكي. فانا امل ان شاء الله خلال سنتين ثلاثه بالكتير هتبقى كل البرامج بتاعتنا تحولت لكده. تمام. انا هشوف نتيجه يعني كمان سنتين او ثلاثه هشوف نتيجه بس طبعا التعليم. يعني برضو لازم اقول انه مش تحويل المنهج لوحده هو اللي بيؤدي لغرض التحسين. تحويل المنهج ثم تدريب المعلمين على المنهج الجديد بقى اعلم فيه ازاي يعني طرق التعلم. ده كان سؤالي لسيادتك. السؤال اللي جاي مين هم المعلمين بتوع التعليم الفني؟ ده سؤال كويس جدا. بص حضرتك معلمين التعليم الفني انا هوصف الوضع وما بوصفه مش معنى كده ان انا يعني سعيد بيه يعني لا عايزين نوصف الوضع اللي موجود دلوقتي علشان نعرف لو في مشكله نحلها ازاي. معلمين التعليم الفني نوعين، في معلمين نظري ومعلمين عملي. المعلمين العملي اللي هم يعني بيقودوا الطلبه في المعامل والورش يعلموهم المهارات العمليه، ودول عاده بيبقوا واخدين 3 سنين تعليم فني. ايوه. يليهم سنتين تعليم فني متقدم، فبيبقوا واخدين تعليم فني 5 سنين. واما المعلم النظري فبيبقى واخد بكالوريوس. اوكي. والبكالوريوس ده اهم كليه بتطلع معلمي التعليم الفني، بتكون التعليم الصناعي، لكن طبعا ده في مجال الصناعه بس، التعليم الفني مش صناعه بس، التعليم الفني فيه 4 تخصصات رئيسيه. تخصص التعليم الصناعي وده فيه اكبر عدد من الطلبه، فيه حوالي 9 مليون طالب وعدد كبير من المدارس. والتعليم التجاري وده فيه برضو عدد كبير من الطلبة وده جايله بعد شوية لأنه ده 7 مليون طالب. ثم التعليم الزراعي وده فيه حوالي 200,000 أو أكتر شوية. ثم التعليم الفندقي وده فيه أقل من 100,000.
وبالتالي مش كليه التعليم الصناعي بتطلع للصناعه اقل من 100,000. اقل من 100,000 يعني. طيب. يمكن 60,000 بس. تمام. طيب انا عندي بس يعني عندي استفسار على ده بس استاذن سيادتك معانا تليفون. معايا العمده عبد اللطيف من المنوفيه. يا عمده صباح الخير. صباح الخير على حضرتك وعلى حضرتك الكريم. الله يخليك. انا سعيد ان في حوار مجتمعي كبير على تطوير التعليم في مصر بكافه نواحيه يعني. تسلم يا عمده. وان كان التعليم الصناعي ده مهم جدا بس انا ليا تساؤل. احنا لو جبنا صبي سنه 12 13 سنه ودخلناه ورشه ميكانيكا بعد 3 سنين هيطلع اسطى محترم يشتغل تمام التمام. لو دخلناه التعليم الصناعي هيطلع لا بيعرف يقرا ويكتب ولا بيعرف حاجه في الميكانيكا. فايه المشكله فين؟ يبقى احنا عايزين نعرف المشكله فين، لان احنا عندنا مجال اهو بيطلع فيه اسطى زي الفل بس ما بيعرفش يقرا ويكتب. بس ده اللي زي الفل ده مرفوض لان ده طفل بيشتغل يا فندم، دي عماله اطفال. ما احنا شوفي ما ينفعش. احنا خلينا واقعيين، احنا بنتكلم على احنا عايزين شباب متخرج من التعليم الصناعي يعرف يشتغل اسطى. مش ده احنا عايزينه، احنا الواقع كده. طيب النهارده مفيش واحد بيطلع في التعليم الصناعي او ان كانه كهربائي او ميكانيكي او لحام او ايا كان بيعرف يشتغل اي شغله. بيطلع يتعلم من الصفر تاني. يبقى في حاجه مفقوده في التعليم الصناعي. ما هو ده يا فندم الخطه يا عمده اللي احنا بنتكلم فيها عشان نطور التعليم الفني. عايزين اسطى يبقى موجود في التعليم الفني، اسطى بمعنى كلمه اسطى، مش مهم يكون مدرس. لا يكون ما يكونش تربوي، يكون اسطى، يكون في الورشه ده للعمل يعلم الكلام للعمل. دي حاجه. تمام. نمره اثنين التعليم الزراعي. التعليم الزراعي النهارده احنا عندنا فلاحين اساتذه وخبراء من غير ما يتعلموا في التعليم الزراعي ولا الكلام ده خالص. خبراء بمعنى كلمه خبراء. تمام؟ احنا ايه المانع ان يبقى التعليم الزراعي موجود في الواقع، يعني بمعنى ان المدارس الزراعيه تفتح في العقول. الناس تشتغل، الطلبه الصغيرين دول يشتغلوا في الحقول ويشوفوا الدنيا شغاله ازاي في الجمعيات الزراعيه، يعني يختلطوا بالواقع. ده التعليم الصناعي. تمام يا فندم. نتمنى ان الموضوع ده، على فكره الموضوع ده موجود في المانيا، يعني انا على حد علمي الموضوع ده موجود في المانيا، الطلبه بيدرسوا في الواقع، حتى طلبه الماجستير والدكتوراه والكلام ده بيدرسوا في الواقع، بيدفعوا في القطار في الحقول. في دكاتره كتير اصدقائي بقول احنا كنا بندفع في العقول وفي البتاع نشتغل اننا انفار بالظبط بمعنى الكلمه عشان ياخد خبره عمليه من ارض الواقع. تمام يا عم. لا التجربه اللي حضرتك بتقولها مهمه بس هي ايه محتاجه شويه بس ايه تعديل كده هنتكلم فيها. حاضر مع الدكتور محمد. لا انت بتتكلم في التدريب العملي وده كويس جدا، احنا بس محتاجين تعديل لفكره حضرتك. شكرا يا عمده وصبح على حضرتك. هاخد عطيه من مرسى مطروح وبعدين نعلق على التليفونين مع بعض. يا استاذ عطيه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. ازيك يا فندم؟ ممكن اكلم الدكتور بعد حضرتك يا فندم؟ دكتور محمد مع حضرتك، اتفضل. لو سمحت يا دكتور، انا مدرس مدرسه مطروح الثانويه الزخرفيه. الثانويه الزخرفيه؟ قسم فراد يا فندم. أنا كنت في مطروح قريب بس للأسف ما زرتش المدرسة دي، زرت مدارس أخرى. اللي في كيلو 7 يا فندم الزخرفية، أنا حضرتك في قسم بياض معماري، حفظ عملي. كيلو 7 للأسف التعليم الفني يا فندم السنة دي بالتقريب جمد القسم وغلق القسم. أغلق قسم زخرفة يعني. لا بياض يا فندم. مش سامع يا أستاذ عطية علي صوتك، هو قفل القسم، قفل قسم إيه؟ قسم بياض يا فندم، بياض عملي. برضه مش سامع. بياض زخرفي. بياض زخرفي. بياض زخرفي. قفل القسم؟ قفل القسم. ده جميل يا فندم السنه دي بحكم ما فيش متقدم للطلبه الصف الاول السنه دي، وحضرتك تعلم بالتخصص نزل السنه تخصص الاقسام. الصوت مش واضح يا استاذ عطيه، معلش اقفل وحاول كلمنا تاني معلش. واضح ان الشبكه بس فيها مشكله. طيب الكلام اللي كان بيتكلم فيه العمده من المنوفيه هو حضرتك طبعا كلامه حقيقي بس انا تحفظي بس على بيعمم السلبيات. يعني لا انا تحفظي الوحيد على قصه ان انا يعني اشغل الطفل 13 سنه ما ينفعش يشتغل. طبعا ما ينفعش. اللي هو قاله بالظبط موجود. موجود في نوع من التعليم عندنا ونوع جيد جدا جدا، وهو يماثل اللي قال عليه في المانيا بما يسمى اللي هو كان زمان بيسموه الدول سيستم، اللي هو الطالب
يعني اللي عنده يحط شويه في يومين ثلاثه يبقوا في المصنع او المزرعه مزدوج بالظبط. اسمه التعليم والتدريب المزدوج. ده عندنا في عدد كبير من المدارس وعدد كبير من الطلبه يقرب دلوقتي من 60,000 طالب. وبيجي لنا طلبات يعني كل ما بطلع على فكره اتكلم عن التعليم الفني واتكلم عن هذا النوع من التعليم بعد الحلقات دي بيجي لي طلبات من مستثمرين عايزين ينشئوا مدارس في مصانعهم. طب في بروتوكولات بخصوص ده ما بين يعني التعليم الفني كمؤسسه وما بين بعض المصانع؟ احنا سمعنا ان في بعض في حاجات السنه دي بالذات شكلها عامل ازاي دي؟ بص حضرتك التعليم المزدوج التعليم والتدريب المزدوج موجود من فتره من ايام من 94 و95 اللي هو مبادره مبارك كول لو تذكري حضرتك اللي هي العملي لازم اللي هي اللي هي, اللي هي الطالب يقعد بعض الوقت خلال الاسبوع ساعات معينه في الاسبوع يقعدها في المصنع يتدرب على مهارات معينه في المصنع في صناعه معينه. وهل حضراتكم جددتم هذا البروتوكول؟ وفي نفس الوقت يقعد في المدرسه يتعلم المواد الثقافيه والمواد النظريه اللازمه لاتقان المهارات اللي بيروحها في المصنع. جميل. هذا النوع من الخريج اللي بيطلع من المدارس دي اولا يعني احنا مصرناه شويه لانه طبعا يعني الصناعه المصريه مش زي الصناعه في المانيا. الصناعه في المانيا متقدمه وكل يوم بتطلع يعني ابتكارات وكده. فالطالب في المانيا معظم الخريجين اللي بيشتغلوا في الصناعه الالمانيه هم طالعين من الدول سيستم ده. احنا لان الصناعه بتاعتنا برضو لسه في في في, في طور النمو فبنخاف مثلا من عماله الاطفال، بنخاف من ان الطالب يقعد يشتغل كعامل في المصنع ما يتدربش، دي التخوطات بتاعتنا. لكن اللي عايز اقوله لحضرتك وللساده المشاهدين ان خريج هذا النوع من التعليم بيبقى قابل للتوظيف بسرعة شديدة جدا جدا. ليه بقى؟ لأنه بيكون يتعلم الالتزام، بيروح بيصحى بدري، بيروح المصنع في وقت، يعرف الشغل، يعرف يعني إيه شغل، يعرف يعني إيه شغل، يعرف يعني إيه شغل. تمام. إنما اللي بيروح المدرسة بس لما هنتكلم على الواقع بقى ما بيبقاش عنده نفس درجة الالتزام. فلما بنيجي بقى بيبقى لسه خارج من الدراسة والمدرسة زي أي حد ما بعد المدرسة بيجي لنا يعني إحنا إيه ده الالتزامات بقى. القراية والكتابة أنا عايز أعلق عليها لانه يعني احنا السنه دي اما الصناعه بتيجي تعمل مقابلات مع الخريجين فالملاحظه اللي قالها العمده دي حقيقيه، مش كل الخريجين بيعرفوا تعليم فني بس، يعني في خريجين جامعات عاديه ما بيعرفوش يقروا. دي مسؤوليه حد تاني، ما تدخلينيش في الغلط. لا انا بتكلم في العموم، انا اللي بتكلم على فكره، انا اللي بقول لا في علشان ما حدش بيقرا. محدش بيقرا. احنا انا اقول لحضرتك على مبادره عملناها اول اسبوع في الدراسه. أنا درست الموضوع ده، يعني أنا رحت للوزارة في يونيو وقعدت أدرس هذا الموضوع وهل هو موجود ولا لا. أنا عارف أنه موجود. والسبب هو أنه رجال الصناعة لما بيروحوا يقابلوا الطلبة عشان الخريجين عشان يشغلوهم فبيعملوا لهم امتحانات، ما هو مش حدش يشغل حد عنده وهو مش عارف يقرأ عربي، ناهيك عن الإنجليزي وناهيك عن إجراء الحسابات البسيطة واستخدام مثلا الحاسب الآلي ببساطة يعني. فكانت الريبورتس بتاعتهم للوزير وليا أنه في ولاد ما عندهمش القدرات دي. فاحنا بصراحه اعترفنا بالامر وواجهناه. قلنا نعمل ايه؟ قلنا اولا اللي بيجي لنا في سنه اولى ده قضى 9 سنين في التعليم، 6 سنين ابتدائي و3 سنين اعدادي. فقلنا طب نشوف اللي جاي لنا في سنه اولى ده نعمل له امتحان في المهارات الاساسيه. المهارات الاساسيه هم 8 مهارات، اخترنا 4 منهم. تمام. اللي هم التواصل باللغه العربيه، التواصل باللغه الانجليزيه، اجراء الحسابات والرياضه البسيطه الاحجام والمساحات والحاجات دي، واستخدام الحاسب الالي. وقلنا ما دام الريبورتس او التقارير بتقول الصناعه بتقول انه في ضعف، طب خلينا نتدخل ننمي المهارات دي. هو بالظبط. وبعدين نعمل امتحان في اول الترم سميناه الامتحان القبلي. ونشوف التدخل بتاعنا ده هندخل بطريقه معينه كاننا بنعيد له الحاجات اللي في الاعداديه شويه، وفي اخر الترم نعمل برضه امتحان تاني سميناه الامتحان البعدي. طبعا اللي عملناه في اول اسبوع يوم التلات والاربع في الاسبوع الاولاني امتحنا 700,000 طالب على مدى اليومين دول. تخيلي بقى حضرتك تقريبا 3/4 مليون. وانا مريت على بعض المدارس في القاهره اليومين دول وكانت الناس قاعدين عاملين فرق عمل بتصحح الورق، والنتائج بدات تجينا دلوقتي في الوزاره وان شاء الله هنعلنها ونقول طبعا في نسبه ما بتعرفش تقرا، لكن مش ما هماش 70% ولا 80%، لا. طبعا مش عايز اقول الارقام لانه الحاجات لسه بتجينا، لا لسه لما يبقى عندنا النتيجه النهائيه لكن هو مربط الفرس ان احنا نواجه، مش نقول لا ما عندناش ما حدش بيعرف، لا عندنا.
ولا نقول ان كلهم عباقرة برضو لان ده مش حقيقي يعني. اكيد لا، ما هو عامة بيبقى فيه يعني فارق ما بين تصريح من المسؤول وتصريح من المواطن. المواطن بيتكلم في اللي حواليه او البيئة المحيطة او نبع من مشكلته طبعًا هو اللي بتؤلمه او بتضايقه. انما لما بنيجي نتكلم في احصائيات او تصاريح بقى عامة او يعني بيانات تصدر للشارع المصري، لازم برضو ايه نتحرى دقة اكتر من كده. عامة المشهد يدعو للتفاؤل بالرغم من المشاكل اللي موجوده ان شاء الله. بالنسبه للمهارات الاساسيه، هو طبعا ده بيؤشر يعني، حتى بعد ما طلع التقرير وسياده الوزير اشار الى كده كويس جدا، اصله الطالب اللي جاي من الاعداديه هو لسه هيدخل التعليم الفني، التساؤل اللي احنا سالناه نفسنا طب انا ازاي بقى هكسب الطالب ده الجدارات وهو ما عندوش مهارات التواصل بالظبط. فبالتالي ده هياثر عليه حضرتك في السنوات القادمه، هياثر على الجديه التي تؤخذ بها إتقان مهارات التواصل والحسابات في مراحل التعليم اللي قبل التعليم الفني الابتدائي والإعدادي. تمام. فبالتالي ده هيبقى تحسين شامل ناهيك بقى عن الطالب الصغير، التلميذ الصغير 6 سنين اللي دخل أولى ابتدائي اللي هو بيتعلم بالأسلوب المطور، اللي هياخد إعدادية جديدة سنة 27 ده طبعًا هيبقى راجل عالم صغير يعني. صحيح فعلا زي ما ذكرنا المشهد يدعو للتفاؤل، وواضح ان في مجهود وعارفين ان في شوية مشاكل، بس في النهاية يا ريت حضرتك برضو يا دكتور محمد تكون متابع معانا، يعني كلما حدث شيء من التطوير حضرتك يا ريت تتواجد معانا ونشرح هذا التطوير. إن شاء الله. إن شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا جدا، نورت نهاية الاسبوع دكتور محمد مهجاهد نائب وزير التربية التعليم للتعليم الفني، شكرا مرة أخرى يا فندم. شكرا. طبعا يعني بنسعد دايما بأي مجهود بيتعمل لتطوير التعليم، هذه المنظومة لو اتطورت فعلا هيبقى في تواصل ما بين المواطن أو الطالب وسوق العمل، هيبقى في ترابط ما بين الأجيال وبعضها واعتراف بالفضيلة. التواصل أهم حاجة يا جماعة، التواصل هو اللي هيحل يمكن أكتر من 80% من مشاكلنا. ابقوا معنا ونهاية الأسبوع والمزيد من الفقرات.